أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يسأل يقول: ما الطريقة المثلى للتعامل مع بعض الناس الذين يتكلمون في نيات الناس ومقاصدهم ثم يوالون ويعادون بناء على ذلك؟ وهل يسوغ لمن ظلم في هذا أن يدعو على من ظلمه أو أساء الظن به وشوه سمعته بدون وجه حق؟ إن لا نحكم على نيات الناس ومقاصدهم، هذه لا أعلمها إلا الله، لكن نحكم على ما يظهر لنا، على ما يظهر لنا من كلامهم تصرفاتهم، نحكم على الظاهر، وأما الباطن فلا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. نعم.